إيكوماج. تسمعوا في إيكوماج حتى المطلع سوق الانترفيو. الانترفيو. Un document censé être confidentiel يخرج في ما يخص البرنامج ما بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي بجملة من التفاصيل نحكي عليه بأكثر تفاصيل جوستومون مع ضيفنا سي توفيق الراجحي الوزير الأسبق المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى. مرحبا بك. شكرا. شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعي إكسبريس اف ام. شكرا لك على قبول الدعوة والحضور. قبل كل شيء انتي شفت الوثيقة، شفت النقاط اللي موجودة في وسطها. انا قبل حتى ما ندخل في تفاصيل الوثيقة فما نقطة مهمة برشا تهم الشعب التونسي، هو المقارنة ما بين مشروع قانون المالية سنة 2022 والوثيقة. هل رأيت أن هناك تطابق ما بين الوثيقتين؟ لا، يعني أنا ديما نقول فما مثل مصري اللي هو يقول لما أسمع كلامك نفرح، اشوف امورك وشوف امورك استعجب استعجب. انا يعني كتشوف الوثيقه نتاع اللي وقع التسريب والكلام اللي تقال حول انه قانون الماليه 2022 باش يكون معناها تاع اصلاحات، وانه هو باش يكون معناها بدايه العمل مع صندوق النقد الدولي في اطار ايجاد برنامج، بل انه فرضيه من فرضيات قانون الماليه 2022 هي القيام باتفاق مع صندوق النقد الدولي. نلقاو انه فما تناقض كبير، بل انه حتى فما تناقض في وثيقه التفاوض مع صندوق النقد الدولي. في وثيقه التفاوض مع صندوق النقد الدولي كلها يعني ما نسميها انا بالكومبيلاسيون، يعني اعتقد يمكن حتى يمكن الوثيقه اللي عملتها الحكومه السابقه اللي هي مشات بها وهزتها شهر ماي 2020 تقريبا ومشاو بها لواشنطن وقتها يمكن اكثر معناها دقة وأكثر معناها تفاصيل وغيره، لكن هذه سي جوست دوكيومون تاع بريزونتاسيون معناها باوربوينت اللي فيه معناها إن كومبيلاسيون باش نعمل كذا باش نعمل كذا، ولكن كل الموجود فيه هو راه موجود قبل كاستراتيجيات خصوصا في مسألة المالية العمومية، خصوصا في قضايا نتاع لي زونتربريز بوبليك وغيرهم، ولكنه ناقص. ولكن على كل حال الموجود في الوثيقة المسربة اللي قيل أنه اجتمع لها معناها 80 هو ريسبونسابل دو ليتا 10 اللي جايين لجنه كور تيم غيره نتاع واحد اللي هو هذا عمل معناها ما يستوجبش هذا كله، معناها نحن كنا نقوموا به في رئيس الحكومه كنت نشرف عليه مع ثله مع قله من التنسيق مع وزاره الماليه والبنك المركزي. نجم يكون لتشريك اكثر حتى ممكن من الاشخاص ومن بعد ما تيحش اللوم على حتى حد، فما اكثر ممكن افكار اكثر. ما هنا وين نقول لك اللي نحن ما خذيناش الدرس. نحن عملنا راه استخلاص الدروس مع صندوق النقد الدولي، الدرس نتاع صندوق النقد الدولي ما قالش تشريك الاداره، قال تشريك الاطراف الاجتماعيه. معناها الاشكال الكبير اللي وقفت عليه وتعقدت عليه البرنامج نتاع ستاند باي الاولاني والبرنامج الثاني باتفاق الائتمان الموسع اللي تم الثاني اللي كان يوفى في 2020 ووقفوا عليهم الاشكاليات نتاعهم، اللي استخلصنا الدرس في وثيقه وانتشرت حتى انشر صندوق النقد الدولي، انه الاشكال ماهوش في استشاره الاداره، استشاره الاطراف الاجتماعيه والوفاق الوطني حول الاصلاحات باش نقوم به. هذا البلوز امبورتون، مش تقول لي اني نعيط للاداره باش يقولوا لي معناها شنو باش نعملوا ما نعملوش، موجودين الاستراتيجيات موجوده، نعرف شنو نعملوا. انا نقول لك ان الاشكال الكبير اللي عندنا في تونس انه قاعدين نشتروا العمل، عاودوا اون في دو سور بلاس اون تورنورون، مانيش قاعدين نقدموا. فما بلدان انا نشتغل مع بلدان اللي وقتها تعمل عمليه معناها نتاع اسلحه وغيرها تكفي تقدم، نحن قاعدين نشتروا ولكننا مانيش قاعدين نستخلصوا الدروس. والدرس الاساسي حاب نركز عليه، الدرس الاساسي اللي ركز عليه صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه كلها، يا اخي اتفقوا على برنامج نتاع اسلحه مع بعضكم. وكان حتى في الوقت هذاك كان فما حديث انه وقت اللي كان في مجلس نواب الشعب انه علاش ما يمشيش حتى المجلس نواب الشعب اللجنه الماليه توافق عليه البرنامج وتوافق عليه الاطراف الاجتماعيه بما فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل ولا الاطراف. هو هذا ما قيل، فما وثيقه لوتيكا وثيقه لجي دي تي معناتها تبعث باش يعطيو زاد رايهم في البرنامج هذا. وفيق لازم يقع وفيق عليهم، هذا الاشكال. ويقول لك صندوق النقد الدولي يقول لك علاش انتم ما قدمتوش الاصلاحات؟ المؤسسات الدوليه كلها راهو ما خلينا حتى انت حتى مؤسسات الترقيم السيادي اقراوا النصوص، الناس تقرا راهو فما ناس مش قاعده تقرا في الوثائق اللي يصدروا فيهم، خصوصا اللي يصدر فيهم مؤسسات الترقيم والا حتى صندوق النقد الدولي. الاشكال الكبير هو انه نحن ما عندناش وفاق حول الاصلاحات، نعرفوا الاصلاحات اللي نعملوها راهو وقت تشوف انت كومبيلاسيون موجوده فيها برشا حاجات، فما السوي فما النيه
من الحكومات انها تحب تعمل الاصلاحات ولكنها ما تنجمش تعمل الاصلاحات. علاش ما تنجمش؟ انا هنا خاطر هوني نعرف متاكده ثم برشا ناس تسمع فينا يتساءلون، يقول لك باهي اليوم ممتاز الكلام يقول في سيد توفيق الراجحي، حول فكره انه فما اشترار لنفس الافكار نفس الحكايات، لكن السؤال المطروح هو انه الاشترار لانه هذيك هي الحلول، هذيك هي الاصلاحات، ماهيش باش تغير، ما فماش علاش تبدل لكن ما صارتش وما تصلح حتى شيء، دونك باش نعاودوا بالطبيعه نفس الحلول ونفس المقترحات. وفي المقابل زاده حتى قبل زاده ما صارش، وانت كنت متابع، كنت وزير متابع للاصلاحات الكبرى، وبالتالي هذا يدخل زاده في مضمون عمل العديد من الوزارات والحكومات السابقه. شوف ها نقول لك كيفاش، يعني انا كنت كوزير متابع متابعه للاصلاحات الكبرى، يعني شوف انت تعطي ايقاع العمليه نتاعك وكانك قلت لك كلمه طبيب، يعني انت تعطي الوصفه وتعطي تعمل التشخيص وتعمل الوصفه، ولكن انت المريض يلزمك تقول له تاخذ سونتيبيوتيك 7 ايام، يسمي ياخذ 7 ايام انتيبيوتيك، ما ياخذلكش الانتيبيوتيك نهارين ويوقف ويمشي يمشي الحلول اللي هي معناها نتاع ما سميناها شعوذه، ويمشي ياخذ في التيزانه وياخذ مدري شنو، واللي يحس روحه دوب ما بدا يتعافى يوقف. نعطيك امثله نتاع حاجات بينا دينا تعافوا وقفنا وعملنا غير. ترجع للطبيب المره الثانيه يقول لك راه عملت انتيبيوتيك، تقول له لا خذيته نهارين، يقول لي شنو معناه؟ يولي معناها الفيم نتاع الانتيبيوتيك هذاك ما عادش عنده اثر كان يعطيك نفس الانتيبيوتيك، يجيب لك انتيبيوتيك اخر اليات اخرين انتيبيوتيك اخرين اللي هما باش ينجموا يداويك. ولكن المهم انك انت تواصل. المشكله نحن اللي عندنا في تونس علاش ما نجموش نواصلوا في الانتيبيوتيك؟ علاش بعض الاحيان نعطيك 18 19 كانت اجستمون ماكرو ايكونوميك كبير وقع في هذاك، تذكروا القانون الماليه نتاع 2018 شنو وقع فيه؟ يعني فيه 2 بوان دو بي بي زايدين اللي هما جابهم قانون الماليه، واللي هو مكن انه في 2018 و2019 من معناها تلافي مشاكل نتاع زياده في زياده في زياده في الاجور. تذكروا فيه كانت التي في ار ارتفعت، في دروا دو كونسوماسيون ارتفعوا برشا اشياء، دخلنا في وقت السي اس اس كونتريبيسيون سوسيال سوليداريتي اللي هي بعدين هي سهلت وحلت مشاكل نتاع سي ان ار بي اس. لكن الاشكال انه نحن نخدموا عام عامين، ولكن تقع لك ظروف اخرى سياسيه ما تقدرش تاع 2019 انتخابات تمنعك انك انت حتى في اتخاذ القرار، وانت كسياسي تنفعك في اتخاذ القرار الصعب، تولي انت تخمم في مسائل سياسيه. وقت تكون انت داخل في انتخابات سياسه، انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه، وتكون انت رئيس حكومه انت بيدك متقدم في الانتخابات الرئاسيه، يعني انت بيدك حتى تحقيق. والاحزاب السياسيه في حد ذاتها نتذكر في 2019 بدا تحب يا اخي خلينا نعديو الانتخابات نتاعنا. ثم عندك انت الاطراف الاجتماعيه اللي قدامك عندها مبدا اساسي لازم نفهموا، هذا هو راه حقها، حق الاطراف الاجتماعيه هي المدافع الدفاع عن الحقوق المكتسبه. اور الاصلاحات هي مغايره للحقوق المكتسبه. اساس الاصلاحات وقت باش تعمل اصلاحات فما دي بريفيليج موجودين اللي هم لازم يتغيروا، يمكن تحدث بريفيليج جدد، ولكن على كل حال الحقوق المكتسبه لابد من انك انت تحسن فيها، يمكن في اشياء اطراف فما حاجات نحاها فما حاجات تبدلها وغيرها، ولكن وقت قدامك الاطراف الاجتماعيه والمهنيه اللي هي تحب ديما تحافظ على الحقوق المكتسبه نتاعها اللي اكتسبتها بطريقه مشروعه او غير مشروعه، يمكن بعض الاحيان مشروعه ولكن بعض الاحيان في وضع مشروع، لان في الوضع هذاك مثلا عندهم عديد من الحقوق المكتسبه في الصناديق الاجتماعيه لانه كانت وضعيه الصناديق الاجتماعيه لاباس عليهم وعندهم دي ريزيرف، ولكن بعدين ما عادش تصلح في الوضع. انا باش نرجع للمثال اللي عطيته انت نتاع الانتيبيوتيك والطبيب، على خاطر توا زاد كي باش نمشي للحكومه الحاليه نقول لك انا مانيش باش نخترع، جو ندي با غينفونتي لا غو، لو دوكيومون هذايا ينجم يكون مشروع لانه اللي فيه اللي حاجتنا به، هذاك هو الاصلاحات لازم يتعاملوا. من بعد التفاصيل انت كما ذكرت بكري هي مجرد بريزونطاسيون في نهايه المطاف، يعني ما فماش اختلاف ما بين شنو كنتوا تعملوا فيه انتم قبل وشنو اللي عملتوا. ما فماش اختلاف انا هذا اللي قدرت عليه، من بعد امكانيه تطبيقه ما انت نجمش تحمس. لا مو انا نقول لك عادي، المشكله مش هوني تو في قضيه انك انت تقول تحب تعمل، ما فماش اختلاف لانه اللي موجود في النفيقه هذيك كلهم كانت راهم كل عديد من البرامج عملتهم، انا كنت برنامج التقاعد المبكر التقاعد الاختياري تنحكيو عليه، وكان المغادره الاختياريه اليه التعديل الاوتوماتيك لاسعار المحروقات انا قدمتها شنو في المجلس في 2016 راه قدمتها كمستشار وقتها في مجلس وزاري، المستشار ما يقدمش لكن سي حبيب السيد اسمح لي باش قدمتها وحطيناه. علاش ما طبقناهاش من 2016 كما هي كانت كل 3 شهور وكل شهر؟ علاش تو عندها عام ما طبقتش؟ المغرب عام 2012 طبقتها وانتهى امرها، ما وقعتش انهم نمشوا ما نقدموا ما نقدموش. الاشكال الكبير هو انك انت وقت تقول كلام كيف نكاي وتكون واعي وتقول باش نعمل نفس الاشياء اللي تعملت قبل كلها موجوده كلها حتى في مؤسسه عموميه غير، يلزمني انا راها في قانون الماليه 2022. اذا كان الراء انك انت تحكي في حكايه اخرى وحتى في الديباجه نتاع تقرير نتاع قانون الماليه تحكي على انك باش تقوم باجراءات اصلاحات كل شيء، وقت اللي ندخل انا في التفاصيل
وراء الارقام ورقاء التوازنات وغيرها، انا نقول لك وين هذا الكل. انا باش نبدا معاك بمثال حي وكنت تحكي قبلك على لاماس سالاريال. مثلا نلقى في الاجراءات المقترحه 2022 2024 هي فكره تجميد الاجور مثلا جيل دي سالير، هذا موجود في المقترح المقدم لصندوق النقد الدولي، في حين انه نلقاه بالنسبه للقانون المالي 2022 زياده في ميزانيه الاجور ولا في الماس سالاريال، ونفس الشيء يمكن باش نرجعوا له بعد شويه في ملف الدعم. يعني اليوم زادت تنجم الحكومه الحاليه تقول لك اللي اعطيني مهله، لكن هل من الطبيعي انه في الملف يتقدم عكس ما هو موجود في الواقع؟ انا هذا مثلا نعطيك المثال هذا، نجم ناخذ المثال هذا كما نجم ناخذ مثال الدعم، لانه يعني صندوق النقد الدولي نحن قاعدين انطور اون منذ سنتين، كل وزير يجينا نتاع ماليه، كل حكومه تجي تقولها بعد 3 شهور 6 شهور باش نعملوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وانا ديما نقول الخطا اللي وقع وانه اوقفنا البرنامج في 2020، حقنا رانا زدنا فيه تمديد في 6 شهور، هو يوفى في ابريل، كنا نجم نمدوا فيه 6 شهور ونحاولوا نقعدوا مع صندوق النقد الدولي. كيف الحكومه الاولى قالت باش نعمل في 3 شهور ما عملتش، ولا 6 شهور مشيت الحكومه الاولى، الثانيه وزاد كيف قالت باش نعملوا في جويلة اللي فات ما عملتوش، الحكومه هذه الحاليه هي قاعده تقول انا باش نعملوا في الشهر هذا، ذكروا يعني منذ شهر سمعنا انه في شهر جانفي باش نعملوا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، نقول لك موش باش نعملوا في شهر جانفي، واذا تبدا المحادثات في شهر مارس راهو باهي ياسر. وهي قالت الوزيره الحاليه قالت في شهر افريل ان شاء الله، في شهر افريل نوصلوا الحل وناخذوا الترونش الاولى 350,000 هذاك ديما، لانه فما ديما في الاجتماعات السنويه نتاع صندوق النقد الدولي في افريل تقع اللي هي معناها ديما نكونوا حريصين عليه، وكنا سمعت انا حديث انه في افريل باش نقع في جانفي، يعني في اجتماع تم في احد الندوات قيل انه في جانفي. انا نقول لك القانون الموجود في قضاء مثلا شنو يحب هو صندوق النقد الدولي، وشنو نحب انا كايكونوميست، انت كاي ايكونوميست، اي دوله الاطراف الاجتماعيه يحبوا ينقصوا من المديونيه، يحبوا ينقصوا من العجز، هذا الهدف نتاعنا الاساسي، لانه كي نقصوا من العجز نقصوا من المديونيه، ونجم تبدا عندنا فلوس فاضله باش نعملوها للاستثمار العمومي وللتدخلات الاجتماعيه. اذا كان ما تحكموش في الماليه العموميه نتاعنا ديما رانا قاعدين نسدين الديون نتاعنا ترتفع، واكثر من هكاك ما نجموش نستجيبوا ونحلوا مشاكلنا الاجتماعيه وحتى مشاكلنا الاقتصاديه بالاستثمار العمومي اساس. اليوم اللي طالبوا ان اعتقد انه اللي قيام بالشيء هذا وحتى صندوق النقد يطالب فيه انك انت تعمل على الاقل انا جوستومون في العجز الاولي نتاعك، الديفيسيت بريمير نتاعك اللي هو لازم ينقص، ديفيسيت بريمير هو نفقاتك وثم ومداخيلك قبل اصل الدين، قبل ما تتكلم على اصل الدين والفائده نتاع الدين. يعني نحن ما قامش الشيء هذا نرتفع العجز نتاع العجز الاولي نتاعنا. كيف صندوق النقد الدولي ولا المؤسسات الدوليه ولا انت كتحب انت كان ايكونوميست انا كتقول لي شنو كيفاش تعمل تنقص من العجز، ونقول لك لازم نتحكم في 3 حاجات، نتحكم في كتله الاجور، وكتله الاجور باهي موافقك مش بالسنة باش نقصها كتله الاجور، لازم تكون تعرف اللي في عام 2010 كتله الاجور كانت تمثل 10.5% من الناتج القومي الخام، اليوم تمثل 16%، نحن عملنا البرنامج في 2016 كان في بالنا انها تهبط 12.5، لكن الهدف اليوم في الوثيقه هذه 14.5%، ما اقلش من انك تهبط في 3 سنين 3 نقاط في كتله الاجور، معناها من 16 تهبطها على الاقل 13 في 2020. كيف مثلا في قضيه اخرى مثل قضيه الدعم، لابد انك تتحكم في الدعم ودعم المحروقات اساسا ودعم الكهرباء اساسا ودعم المواد اساسا. نحن نروح نرجعوا له بالتفاصيل نويك تلقاه باش يتزاد. ثم حاجه الاخيره الثالثه والرابعه، الثالثه هو انك انت لي زونتربريز بوبليك بيجيتيفور اللي ياخذوا من البيدجي اليوم يكون 6 ولا 7 راهم لوفيس دي سيريال ستيغ ستير تونيسير ديوان الزيت هذوما اللي ياخذوا الفلوس من عند الدوله، سي ان بي اس فهمني ديوان الحبوب لوفيس دي سيريال هذوما لازمك تعمل لهم اصلاحات. واذا عملنا لهم نحن قبل برشا من الناس قالوا باش يبيعوهم باش يبيعوا، انت وقت عملنا لهم كونترا دو بيرفورمانس كونترا 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 بروجرام فقط، لانه ياخذوا من البيدجي ينقصوا من البيدجي. وهذوما سمعني نعطيك النتيجه في نقول لك 2018 و2019 لا في لا جوستومون سامحني الارقام هاي تبين واضحه، 2019 الديفيسيت بيدجيتير 3.5% والاندتمون الى فليشي 67%. لكن انا نحكيو على مدى قصير جدا معناتها العمل انت باش تعمل برنامج. نكمل لك النقطه الاخيره اللي مطالبه اللي انت تحب تعمل برنامج لازم تكون موجوده في قانون الماليه، هو انك انت زاده كيف توقف التمويل المباشر للميزانيه ما عند البنك سنترال. ريت النقاط هذه اذا كان انت ناوي بجديه
تحب تدخل في برنامج مع صندوق النقد الدولي يزني نراها في الف قانون الماليه 2022. ما تجينيش انت تعمل قانون الماليه 2022 عكسي، نعطيك العكس، نعطيك ندخل في الارقام عكسي وتجي تقول اني انا باش ندخل في مع صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي غدوه يقول لك انا سيدي باهي اجي نقعدوا في مونيتورينغ بروجرام، معناها ستاف مونيتورينغ بروجرام. شو معناها ستاف مونيتورينغ بروجرام؟ اللي هو معناها ستاف معاك يتبع فيك كيما قاعد يتبع فينا منذ عامين، ولكن من غير ما نهزك الكونسيي دادمينستراسيون. من نهزك الكونسيي دادمينستراسيون لما انت تعمل لي برنامج فيه دي ميزور يمكنوا التنفيذ وفيها النقاط اللي نحكي عليهم انا هذوما. احنا علاش نلوموا على البرنامج نتاع الحكومه الوغ صندوق النقد الدولي ديما عنده اوردونونس فيها ثلاثه حاجات يلزم ديما نمشيو لها؟ خاطر صندوق النقد الدولي ما يقولكش مثلا يجب تنميه قطاع الفلاح، اما يقول لك برا تحكم في كتله الاجور، برا تحكم في الدعم، برا. اما انا سمعت اللي انت تستشهد بقانون الماليه نتاع 2018 و2019، هو القانون الماليه التاريخي في تونس اللي نشبهه بالازمه نتاع 1863 هو قانون 2017 اللي معناها وصلت الضرائب والبريسيون فيسكال 32% اول دوله في افريقيا، يعني معناها في مقابل الايجابيات اللي كنت تحكي عليها دمر القدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي زاد. ومن 2017 2018 2019 اكثر السنوات اللي كثرت فيها المديونيه نتاع تونس. حاجه اخرى حبيت، انت حكيت على انه يلزم في القرض في اطار القرض الممدد نتاع 2016 2020 يجب اتفاق الاطراف. في ما كانش ثم اتفاق، كان ثم كارتاج 1 وكارتاج 2 وكانت الامور واش لاباس ومعناها والناس كل في نعيم واتفقنا ومشينا على في اطار القرض الممدد. وفي الاخر الحكومه هذيك من 2016 ل 2020 رفعت من 12 ل 14% في كتله الاجور مثلا. شوف ولم تحترم اتفاقيه صندوق النقد. قلت كلمه، قلت برجع حاجات مش ما نجمش نرجع لك عليهم بدا بزيد. ولكن نقول لك في حاجه تيز امبورتونت قلت اتفاق كارتاج واحد هو كان ارقى طرق فورماسيون تاع كواليسيون بوليتيك بور لي ريفورم. وانا ناكد لك انا كنت شخصيا نجي لعيتو نمشي للاجتماع نتاع اتفاق كارتاج اللي كانت فيه ممثلين نتاع الاطراف الاجتماعيه كلها، الاحزاب السياسيه كانت موجوده في وثيقه كارتاج. كنت نمشي ونقدم لهم هاو الاشكاليات معنا نتاع صندوق النقد الدولي وهاو الحلول. بعدين كنت ندور عليهم انا كوزير، نمشي لهم نقول لهم اقعدوا في مقراتكم كاحزاب وغيره، ونمشي ونجيب لهم الوثائق ونجيب لهم ونحكي لهم ونفهموا. هذاك علاش خلى هذاك اش خلى انه في 2018 وقع، كنت تذكر مليح قول مالي كان صعيب، كان في زيادات في الفافيا وكل شيء، ولكن ما كانش فما حلول اخرى في الوقت هذاك، كانت السياسي دخلناها، ولكن فما وقتها الناس فاهمه الوضع وفسرنا لهم. وانا كنت انا شخصيا كنت نمشي نفسر بالباوربوينت بالكورديناتور نتاعي وندور، ويكون نجم تسالهم في المساله هذه. هذاك امبورتون. منذ مارس 2018 انتهى العقد هذاك نتاع قرطاج واحد، ودخلنا في صراع سياسي كبير بين اطراف اجتماعيه والحكومه في وسط الحكومه. تذكروا في وسط الحكومه في حد ذاته، شو نقصد في وسط الحكومه؟ معناها الرئيس الحكومه كان عنده اشكال مع الحزب نتاعو، وعمل كما يقولوا بالدارجه تفلق المجلس النواب، تعمل حزب جديد. علاش يقول لك راهو بوليتيك اللي تري امبورتون؟ خاطر الكلمه السحريه في تونس علاش ما نشحش الاصلاحات، يقول كونتينيتي دو ليتا. اكثر حكومه اي اكثر حكومه قعدت في الحكم هي حكومه يوسف الشريف. هذاك علاش ركزت معها. اي ولكن ايش حبيت نقول لك انه راهو الكونسيبسيون دي بوليتيك، احنا على كل حال كان الدور نتاع الكونسيبسيون دي بوليتيك دي ريفورم دو ريفورم الاستراتيجي لي بلان داكسيون. راه عندنا دي بلان داكسيون في المؤسسات العموميه في الصناديق الاجتماعيه. الصناديق الاجتماعيه انا خرجت الاستراتيجيه نتاعها فيها النقاط الكل شنو تحبوا نعملوهم بالسيمولاسيون بالكالكول حتى 2045. ولكن هاو موقف الاطراف الاجتماعيه الاتحاد العام تونس شغل لو تيكا اي لا اي لا هذه يحب هذه هذه يحب هذه يحب هذه. ولكن انت في الاخر شنو عديت في الصناديق الاجتماعيه؟ انا قلت لك انه عندنا 10 نقاط حابين نعملوا الاصلاحات نتاعهم، تعديها وكان زوز نقاط زياده في سن التقاعد زدت في الكوتيزاسيون. يعني هذاك اش نجمت حكومه سياسيا في الوضع السياسي والاجتماعي هذاك من اصلاح كبير انها تهز وتهز. كان زوز حاجات اللي هي ذكر زياده في سن التقاعد، زياده في الكوتيزاسيون، والسي اس اس كونتريبيسيون سوسيال دو سوليداريتي. ولكن فما نقطه اخرى ذكرها مهمه زاد اللي انت كنت استشهدت بها كنقطه ايجابيه، لانه كما ذكر عبد السلام العديد يشوفوا اللي كانت نقطه سلبيه، هو الذهاب باقصى الحدود الى الترفيع في الضرائب في الادائات بشكل عام. وصلت ابوه معناتها ما وصلنا، ما عادش اللي توا ما عادش كان قبل نجم مثل الحل توا ما عادش بكل. شوف الاشكاليات، انت كي تحب تعمل قانون ماليه انت تو شنو اللي وقع حاليا السنه؟ حاولنا السنه نحن عملنا قانون ماليه كونتابل معناها بزنس از يوجوال، معناها شدينا اللي عندنا القديم عاودناه جديد ومختلف، وخليني نقول متناقض مع الروح
تاع النص الموجود ومع وثيقه اللي ارسلت للصندوق معناها اللي تعاملت على صندوق النقد الدولي. انت في الحاله هذه انت شنو فاش تبحث؟ تبحث على انك توجد كثر من الموارد نتاعك هكا ولا كثر في الموارد نتاعك. قانون هذا الماليه كيف كيف زاد 1% في الضغط الجبائي من 24.5 عام ناول باش يولي 25.4 سنه، معناها 1% ضغط جبائي جديد. علاش بقى الضغط الجبائي هذا؟ لانه نحن ليزيليمون اللي كنت نحكي لك عليهم ما تحكمناش فيهم. نعطيك كتله الاجور، كتله الاجور صحيح في كتله الاجور انها تو في النص تلقى لازم تقرا. انا سي شواني ايكونوميست جو ديتاي جو غارد لي ديتاي. وقت نلقى في قانون الماليه انه راو كتله الاجور زادت 6%، زادت مليار و200 ابوبري، 21 مليار ولات و500. ولكن انا كي نقرا في النص نلقى رانا حطينا 242 مليار حط مليون دينار حطيناهم في النفقات الغير موزعه معناها ديورجونس تعتبر نتاع النفقات الطارئه واللي باش نمولوا بها بعدين مع الحضاره. يعني سي اون مانيير ديغيزي اللي هي نتاع الاجور. كيف كيف نقول رانا نحينا من 1000 من 21 573 نحينا 122 مليون دينار نتاع التقاعد الاختياري. يعني انا كي نجي نشوف في كتله الاجور في حقيقه الامر كتله الاجور هي تزيدت تزيد عليها على الاقل 21 مليار الموجودين لازم تزيد عليهم مليار 631 زياده ومعناها 8% معناها نحن معناها نحن نحن كتله الاجور هي 22 مليار صحيح منهم وحود موزعين اللوطه محدودين اللوطه معناها هذوما اللي قلت لك عليهم 600 مليون انت تقصد هذوما محدودين اللوطه هما محدودين اللوطه هما يقول الناس يقولوا هو مش مخبيهم يقولوا موجودين اللوت ولكن 22 مليار اكثر من كي انت تقول انا باش نتحكم في الانتدابات هكا ولا اخي انت النص كي تقرا النص نتاع الواحد يقول انه باش يتحكم في الانتداب باش يتحكم في الانتدابات باش يضبط باش يعمل شو اسمهم سكون ابيل السوايع الزايده باش يتحكم فيهم الترقيات باش يتحكم فيهم غيره. ولكن كي تقرا في النص تلقى انه 335 مليون انتدابات 160 مليون تعديل انتدابات والترقيات 170 مليون ترقيات تعديل زيادات خصوصيه في وزاره الصحه 120 مليون تعديلات مختلفه ترقيات استثنائيه تعديل 543 مليون. من تلقى انه العمليه مش صحيح معناها نقولوا باش نعم باش تحكموا في كتله الاجور وماناش نعملوا في اكثر من نعطيك اكثر الانتدابات 18442 يعني عدد كبير 18000 خصوصا انك انت باش لازمك تحسب اللي فما 6000 باش يخرجوا نتاع حتي نتاع نرجعوا من التقاعد معناها تلقى انك 18000 باش يخرجوا. والغريب وهذا انا على كل حال نستغربوا انه نحن شنو هو مشكلتنا السنه شنو هو مشكلتنا عم نعرف في وضع صحي كل شيء شنو اللي قاعد يخرج كلهم اللي قاعدين يخرجوا لبرا الاطباء ما تلقى حتى انتداب في وزاره في وزاره في وزاره في وزاره الصحه يعني من 18000 ل 11000 هما موزعين بين وزاره الداخليه وزاره الدفاع والسجون والاصلاح 11000 على 18 ولكن في الاشكال معناها ما هو انت عندك راك تعمل قانون مالي لازم تكون عندك روح يعني اسبري عقل اقتصادي قاعد يخدم لك. انا مشكلتي في الصحه ولا الكوفيد مازالت موجوده الاوميكرون توا موجود يعني انا المفروض اني ندعم قطاع الصحه ثم هو فيه ايموراجي كبيره هذا يقول لك ممكن يعني هذا انا اعطيك مثال انه كتله الاجور كتحكم فيها تحكم فيها بالانتداب وتحكم فيها بالصالير. نحن الصالير يا الماس سالاريال تطلع والانتداب يطلع بعدين نقولوا في الوثيقه الاخرى نحن نحبوا نتحكموا في كتله الاجور. خليني مثال ناخذ معك مثال وكانت قالت وزيره الماليه انه نجح التجربه نجحت رغم اللي الارقام على الاقل تثبت العكس تجربه الخروج الطوعي في للتقاعد او التقاعد الطوعي وخروج بعض مؤسسات التقاعد واللي او التقاعد الاختياري اللي اثبت علميا حول العالم تقنيا انها تجربه فاشله في العديد من دول العالم. هي في البرنامج الجديد في الحكايه القانون الماليه على الاقل 2022 وقع تجديده مره اخرى ونفس النقطه ذكرت في البرنامج التفاوض مع صندوق النقد الدولي. من الممكن جدا يكون النقطه هذه تعتبر او تعتبرها الوزاره الماليه والحكومه الحاليه انها نقطه ايجابيه على خاطر ستحقق نوع من التوازن. شوف من بعض انا عملت قانون تقاعد مراجعه نظرهم على الاقل عملت 2018 من زوج قوانين قانون تقاعد الاختياري هو انطلاقا 57 ترجع لك وقانون مغادره اختياريه. مغادره اختياريه مختلف مغادره اختياريه هو انك انت تاخذ 36 مهما كان عمرك المهم تخدم 5 سنين اللي بعث مؤسسه معناتها لا لا تخرج تحب تخرج انت تقدم اختياري تاخذ 36 شهر نت دامبو عام ضمان
اجتماعي معناها عندك كوفرتير سوسيال وعندك زاد مرافقه في عند البي تي اس وعند البي اف بي ام او عملناهم بون نجح ما نجحش العمليات هذه ولكن هذا هو القانون المغادره الاختياريه هذه خرق العاده لتنقيس من كتله الاجور لان نعطيك مثال خلينا نعطيك اللي عملناه قبل التجربه اثبت لي لم ينجح فم واحد نجح فم واحد مش ناجح هذا عملناه بناء على انكيت قبل عملت لنا اونكيت طلبت انا من الناس تعمل لنا اونكيت صبر اراء عند الناس اللي عند الموظفين صبر اراء نتاع الموظفين قال باش يخرجوا لنا 20,000 ما خرجوا لنا كان 2000 فيه لانه فما ظروف اجتماعيه وسياسيه وغيرها اللي هي من وهذا ينقص لك فعلا من كنت لجوء لانه واحد باش يخدم لك 15 سنه عندك تعطيه 3 سنين انت تربح البقيه نتاع السنه خرجوا الكفاءات لا مش صحيح لانه وقفناه واختارينا انه الطب هما اللي يحبوا يخرجوا معناها القطاع الطبي والشبه الطبي اللي يحبوا يخرجوا والمعلمين والاساتذه والمعلمين اللي يحبوا يخرجوا وقفوا البرنامج وقفناه وشكاوا بينا فما ناس شكات كيفاش ما تخرجوناش لانه ورينا انه الفاثير انه موراجي في القطاعات اللي نحن ما نحبوهاش هذا البرنامج هذاك لكن سامحني البرنامج اللي لقيت مغادره التقاعد المبكر ماهوش برنامج نتاع تقليص في كتله الاجور نقول لك علاش لانه نحن نرجع المداولات نتاع مش وزاري سامحني سيد توفيق راشي خاطر اللي كنت تقول في تو راهو مره اخرى تم تبنيه السنه زاد بنفس الشكل معناتها إيه انا نقول لك اش عملت علاش عملت قانون التقاعد المبكر قانون التقاعد المبكر وانظر حتى شرح الاسباب اللي عملناه وانا كي قدمته في مجلس الوزاري كان من اجل تمكين الناس اللي تحب تخرج للروتريت وما تحبش تزيد في سن التقاعد انها تخرج من توا لانه كنا في وقت عملنا حاجه تنسق عملنا قاعدين نخدموا على اصلاح التقاعد منظومه التقاعد بزياده في الاجر 62 سنه و65 اختياري هذا قاعدين نخدموا عليه في نفس الوقت وقت هذاك ولكن في نفس الوقت فما ناس ما تحبش فما ناس ما تحبش تقعد 62 سنه فقمنا القانون هذاك من اجل انه يمكن الناس اللي تحب تخرج معناها ما توصلش ل 62 قانونيا اعطيناهم القانون هذاك ما كانش اللي كتله الاجور باش نقول لك على مين ماهوش اللي كانت من نجمش يكون السبب لم يكن كتله الاجور لم تكن اساسا كتله الاجور ومو حتى عالم فتى اي عالم يعملوه لكتله الاجور يعملوه في بعض الاحيان كما عملته مثلا المغرب لتشبيب يقول لك جو في فيغ ان كو كي تبدا الاداره نتاعو كبيره ياسر في السن يقول لك باش نشببها عملوها في عام 2005 انا كنت نشرف عليه في من وقت كنت نخدم في الباط ولكن هو حتى في شرح الاسباب نتاعو حتى في تقديمه كي قدمته كان للسبب هذا اساسي نقول لك علاش او علاش علميا لو كان جاي يعمل علاش لكن انت ترى انه هما يقولوا استعملوه لتقليص من كتله الاجور اولا هو تعمل وقت اللي كانت في النص الموجود يقولوا الكلفه نتاعو 192 مليون دينار وباش يربحنا في 168 يعني انا في 168 انت علاش تعمل فيه اذا كان هو يكلفك 192 وانت ناقص لك 168 يعني انا اعتقد انهم غالطين فما كالكيول غلط لانه نحن كيفاش خدمناه لانه المعدل نتاع الجرايه هو يكون 75 80% من الاجر فانت كي تخرج واحد باش تدفع 75 78% تربح 15% واللي هي مساله بسيطه لانهم قداش ياخذوا 6000 تربح منهم 50 مليون حاش كنا كي نقطه كيف نكاي ولكن النقطه الاساسيه نحب نقولها لك اللي هي يعتبر انه خطا كبير ياسر في البرنامج هذا كان يتعمل بالشكل هذا نحن وقت عملناه وانا قدمته في المجلس الوزاري في وقت هذاك كانت اجل السن التقاعد 60 فقلنا 3 سنين التالي 57 وعملت عركه مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انه رافضين التمثيل شنو التمثيل وانك انت تخرج تاخذ الاجر نتاع التقاعد نتاعك ولكن نقعد ندفع لك في الكوتيزاسيون وكانك تخدم نتذكر خلق عركه كبيره مع صندوق النقد الدولي وبنك الدولي على اساس انه ما يحبوش التنفيذ واش التنفيذ لانه هو سان بريفيليج انت اليوم كي تجي تقول سن التقاعد تبدل راهو مع 60 ولا 62 معناها انت كدوله تصور انت كدوله باش تقعد تدفع 5 سنين للناس الجرايات نتاعهم والتنفيذ نتاعهم هما قاعدين في اي ما علاش عملوه القرار هذا خطا انا اعتقد خطا لانه الناس علاش قلت لك راه وقعت كومبيلاسيون في البرامج يعني انت تشد البرامج تلمها وحطها من غير فهم الراسيوناليتي داغيا الراسيوناليتي داغيا ديبار ديبار التقاعد المبكر ولا الاختياري هو كان من اجل تمكين الناس انها تخرج من الروتريت قبل ما نعملوا القانون ثم اكثر من كيا كيفاش انت توا عملنا نحن اصلاح صندوق الصناديق الاجتماعيه عملناه الكل بناء على زوج حاجات قلت لك الكوتيزاسيون والزياده في سن التقاعد نجي انا توا نخرجهم ونقول لهم نخرجهم صحيح انه باش نتحول لحد الدوله باش تحول الجرايات لهم ولكن في حقيقه الامر انا راه انه متناقض اولا مع قانون التقاعد اثنين هو ما يأديش مهمه التقاعد اللي اسمه التقليص من كتله الاجور وثلاثه
اكثر من كي انت كتحب تعمل برنامج كيف نكاي يا سيدي اعمله قبل 3 سنين شنو تعمل قبل 5 سنين انا وياك متفقين انا كان جيت موظف عمري 57 سنه والله العظيم لما نخرج تو 5 سنين وانا قاعد في الدار وناخذ وانا نعطيك حاجه انا انت تعرف المعلمين ولا السيفا اللي القانون هذاك 35 57 معناتها 35 سنه وتقعد عمرك 57 سنه كي تخرج للروتريت تاخذ نفس السالير يمكن ناقص 20 25 25 دينار انا كجيت موظف عمري 57 سنه نخرج وانا ادعو الموظفين اذا كان خرج القانون هذا والله يبروا استفيدوا منه هالبرنامج هذا راهو عمره ما يتعاود وما يتعاود لكم حتى بي انا وياك متفقين انا وياك متفقين انه الوضعيات الصعبه يلزمها حلول صعبه ما ثمش ولاده بدون الم هكا ولا صحيح. بقينا نشتروا من 2011 لليوم في 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 حلول نوعا ما ثم خبراء يقول لك حلول تافهه مع وضعيه صعبه كل الوضعيه هذه مهاتير محمد جاء في العمله نتاع نتاع نتاعو وقت ما صار عليه بومباردمون علق تداول نتاع العمله نتاعو ما عادش نجم تشري وتبيع ومنع البنوك هذه حلول جذريه رغم اللي ثلاثه بلدان اللي بحذاء الكل مشوا للصندوق النقد الدولي قال حبوا يستميلونا باش نمشيو للصندوق النقد الدولي ولكننا رفض وعملنا حلول صعبة جدا وجتنا معارضات يا اخي نحن في تونس ما عندناش كفاءات تدخل ثم مؤسسات عمومية لازمها تتباع علاش احنا نحبوا الريفورم ونحبوا نعملوا هذه والرجلوا هذه وزيدوا نقص وكل ما قانون مالية لازمه قانون مالية تكميلي علاش لليوم ما ثماش شخص جاء عمل حلول حقيقية لإصلاح المالية العمومية التونسية والديماراج نتاع الماكينة الاقتصادية في تونس علاش لليوم ما ثماش حلول حقيقية لا علاش بقينا اجور ودعم شوف نقول لك الحلول موجودة استراتيجيات موجودة أنا خدمت عليهم الاستراتيجيات في كل المجالات موجودين قوانين بعض الأحيان هذه خسلة على المؤسسات العمومية ما عملناش قانون ما قعدناش لسنين نخدموا عليه القانون ونخدموا نشركوا في الناس وكل شركة الأحزاب يا سيدي ريت أحزاب نتاع بطاقة كارتاج الأولى كنا عيطنا لهم حزب حزب وقدمنا لهم واستشرناهم هزيتوا القانون أنا ولا المجلس النواب أي علاش ما عنده عام هزيتوا بعدين جبدوه ما جبدوه الحكومة الحكومة لأنه علاش لأنه يمس بالعديد من الناس معناها من المصالح منهم مصالح حتى الإدارة لأنه الإدارة كانت لأنك كي حطيت في القانون هذاك حطيت أنه أساسا أنه تعيين المدير العام للشركة العمومية أو أعضاء مجلس الإدارة اللي هم يكونوا من الإدارة يتم بالتناظر شنو هي أكثر عثرة معناها أنت متابع للشأن السياسي من 2011 لليوم شنو هي أكثر حاجة معناها كانت مشكل في أنه الإصلاحات تمر تعرف في كلمه على خاطر عندي ثم جزء مهم جدا يهم الوثيقه اللي قدامي لازم تجاوب عليه زاد سيد وتعطيني رايك في يعني بوضوح انه ضعف الحكومات السياسيين يعني السياسيين الحكومات الاطراف اللي هي ضد الاصلاحات اللي هي تبع دافع ديما على المصالح للمصالح منهم الاتحاد يعني مش فقط الاتحاد انا رد بالك حتى اطراف تاع لوبيات وغيرهم كانوا عندهم دور كبير وحتى في قوانين ماليه وفي قضيه ما يخص الاستثمار وغيره يعني فما الاطراف اللي هي ديما تحافظ على المكاسب المكاسب الحقوق المكتسبه فقط فهمني اللي هي سواء في الاطراف الاجتماعيه ولا الاطراف المهنيه وغيرها اللي هي كان ضد نعطيك مثال مثال يا اخي التي في على المهن الحره وغيرها شو تذكر شو وقع في مجلس في مجلس في مجلس النواب الفورفيتير متذكر كيفاش وقع في مجلس النواب باكم قوانين موجوده ومصلحات موجوده وما كان جات دوله قويه ضعف الحكومات سياسيا فهمني وعدم الوفاق السياسي هو اللي خلى الاصلاحات هذا التوفيق الراجحي وكلنا مسؤولين روا انا نحمز ولي الناس كل روا وانت كنت حكيت حتى الفتره نتاعكم زاد كيفاش كنت قبل دونك وصفت تقريبا الجميع لكن قبل خلينا نرجع بالوثائق معناتها قدامي الوثيقه اللي نحكيوا عليها اللي هي وثيقه التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفيها الكلام اللي كنت تقول فيه نحكيوا على تجميد الاجور على برنامج للتقاعد المبكر على برنامج للخروج الطوعي او التقاعد الاختياري الذهاب وتوجه نحو القطاع الخاص العطل من اجل بعث مؤسسه تقريبا هذا كلهم موجودين وكلنا عملنا هذا موجود اليوم في البرنامج في المقابل مع تعليقنا اللي كان يحكي فيه من بكري عبد السلام وإضافة لجملة من نقاط أخرى معناتها كنا نحكيو على سوبونسيون قبليك فما في قانون مالية زيادة ب 20% لكن هنا نحكيو على سيبلاج نتاع أو توجيه الدعم اللي هو معارضين ليه تماما مثلا يجي تي طرف اجتماعي وازن ومهم في البلاد إضافة لجملة من النقاط اللي وكأنه الحكومة تتحدث عن أشياء ونسألك هنا هل هي فعلا في الواقع السياسي والاجتماعي اللي احنا عايشين فيه هي قابله للتطبيق ام لا في حديثها مع صندوق النقد الدولي شوف فما برشا حاجات اللي نحن كنا نجم نطبقوها
لو كان نجحنا في موضوع اساسي هو اب الاصلاحات هذه اللي نحكيوا عليها، هو المعرف الاجتماعي، المعرف الوطني الوحيد. شوف نحن مشينا هزيت انا كيب كامله هزيتها للهند، والهند كانت عندها ما يسموه اذار، اذار هو الباز نسمى انا بالكلمه الهنديه، اللي هما عملوا معرف وطني وحيد لكل الهنود. معني تصور انت مليار واش فهمني، وقت قلنا لهم نحن رانا 11 مليار قالوا لنا نعملهم لكم في جمعتين. انا مشينا وعملنا حتى في الوقت هذاك عملنا اتفاقيه مع الانستيتيو، اعطانا حتى لي كود بلاش، عملوه مع المغرب وعطاهم الكود بلاش، عملوه مع غينيا، عملوه مع ثلاثه بلدان في افريقيا في الشيء هذا. نحن لحد الان راه المعرف الوطني الوحيد ما هو المعرف الاجتماعي، راه المعرف الوطني الوحيد انت اليوم كي تمشي لفرنسا وتمشي لكندا ولا تمشي تمشي للهند، شفنا الهند كي تضرب النومرو نتاعك نعرف انت شنو هو اللي حاصل على كل التحولات الاجتماعي، مقيده في العائلات المعوزه ولا هذايا هذايا ما نجمناش نقدموا طبيعه. طب اليوم فما هذايا مردود عليه، طبيعه الشعب التونسي، تركيبه الشعب التونسي مختلفه تماما. اليوم انت 80% من الشعب التونسي طبقه وسطى، اضافه للطبقه الوسطى فقرت، وبالتالي لشكون باش توجه دعم؟ مو هذا الشعب نقول لك وقت تعمل انت شنو معناها المعرف الوطني الوحيد؟ يعني استعملوا الادارات والبرامج الاجتماعيه وبرامج التحويلات الاجتماعيه كما في اللوكاسيون فاميليال في اي بلاد. اللوكاسيون فاميليال راه ماهيش فقط لعائله المعوزه، راهي فما انا نعطيك حاجه، انت اللوكاسيون فاميليال نتاع الرونتري سكولير في فرنسا ما ياخذوها حتى الاغنياء، لان هي للرونتري سكولير ماهيش مربوطه بالدخل. يعني انت وقت يكون عندك معرف وطني للناس الكل اللي هي تعرف الحاله الاجتماعيه نتاعهم، بالفائده وقت اللي الفلوس باش تمشي في الاخر بالكل باش نصرفوا نفس المبالغ، وهذا هي الفكره. لا مش نفس المبالغ، شوف الاشكال الكبير كيما في الدعم المواد الاساسي. شنو مشكله الدعم المواد الاساسي؟ تعرف قداش نصرفوا نحن في دعم المواد الاساسي؟ قاعدين حاطين تو في دعم المواد الاساسي 3 مليارات و771 اللي هم منهم ناقصين حاجه كيما قلت لك مقر النص، ناقصين 400 هي باش نعملوا حاجات في مسالك التوزيع. في حقيقه الامر نحن في المواد في المواد الاساسيه 4 مليارات و100، يعني كان تلم انت المحروقات والواحد راهو بلاد نتاعنا تدفع في 10 مليارات اللي هما معناها للدعم المحروقات والكهرباء والمواد الاساسيه. الدعم الحقيقي تقول الدعم الحقيقي 10 مليارات 10 مليارات معناها كتلمهم، ولكن قاعدين نحاولوا باش نقصوا منهم. بينما وقت اللي تخزر انت من جانب الاخر الاستثمار قاعد ستاغن منذ سنوات في الاربع مليارات، معناها كيفاش باش تعمل انت تنميه في المسألة دي. اليوم في دعم المواد الاساسيه شنو الاشكال اللي فيه؟ الاشكال اللي فيه انه هو ماشي غير مستحق، فما ناس تنمي شريها الباقيات 250 ولا 300، فما زين ماذا بيا يقعد يشري فيها ب 180، هذه واقعه في العالم راهو، فما ناس اللي هي تنجم تشري المقارونه وغيرها بسوم ماهوش مدعم، فما ناس تنجم تشري برغم أيوة. فما نقاش انت قافي متعاش انت الدعم في التوريست، علاش متعاش؟ فما نقاش حول شكون هم الفئه ذي ومن اي اجل باش نبداو. ثم شكون يقول لك اليوم علاش التركيز من قبل صندوق النقد الدولي والسلطات التونسيه الكل كلها اللي تعدات على فكره التوجيه؟ يقول لك لا، اصلح المنظومه، عاود هيكل صندوق الدعم الكله، معناتها فما خطا هيكلي، مش في مجرد فكره التوجيه فقط، معناتها سلاح المنظومه. صحيح هو تم انه حتى معناتها تحسين معناتها المسالك نتاع التوزيع بالضبط. فما هذوما الباتيسري اللي هما يخدموا بالدعم بالسمول اللي هي مدعمه ويبيعوا فيه جاتوات وغيره، هذه موجود لازم تقوم بالشيء هذا. فما حتى المنح اللي تقدم للمطاحن وغيره معناها موجود شيء هذا، ولكن في نفس الوقت معناها يبد انه يكون الناس اللي تحصل على الدعم هذا مستحقته. ما تجيش انت الواحد توريست ولا اجنبي، تو انت تو شوف الاجنبي، الاجنبي حتى في السفارات يشري الخبز يشريها كيفك انت ب 180، فهمت؟ علاش يشريها علاش يشريها ب 180 وقت اللي هو السالير نتاعهم يكون 10 مرات نتاعك ولا غير في النزل في غيرهم. يعني هذايا راهو هالغاسبياج هذايا مش ممكن. ان شوف خلينا نقول لك بطريقه اخرى، مش ممكن انه بلاد تحترم نفسها انها تحط 10 مليارات دعم. وقت تقول لي انت علاش ما عملناش تشغيل؟ علاش ما عملناش استثمار؟ علاش المرافق العموميه نتاعنا سياتنا هكاك؟ علاش اولادنا وقت اللي يمشيوا يقراوا ويمشيوا للكونتين نتاع المدرسه ياكلوا في ولا الطلبه نتاعنا ياكلوا في ماكله ماهيش صحيه؟ خليني نكمل لك. علاش في الصحه كيف كيف كي ندخلوا ما نلقاوش سكانرات وغيره؟ لانه الفلوس اللي عندنا كلها نعملوا فيها في الدعم. خليني نختم معاك بحاجه. اليوم كي نقراوا في الارقام نلقاو اللي ما بين النقاط المطروحه في الوثيقه هذه سنه 2022 من المفروض في قانون الماليه فما حاجه للتمويل بقيمته 19 مليار و50 مليون دينار. في المقابل نلقاو في السيناريو المطروح هنا انه هذايا في حال انه صار الاتفاق صار مع الفمي وبالتالي اتفقنا على الاصلاحات. في حال ما فماش او في حال ما مش باش تصير لي ريفورم باش نستحقوا 28 مليار من الدينارات. شنو المقصود بجزء او بتابلوكي من هكايا في
وثيقه للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. معناها في الاخر اللي نحن كله ايبوتيتيك. معناها نعطيك مثال انا كيفاش كنا نحن الموارد الاقتراض نعطيك 2019 خاطر هو قبل الكوفيد 2019 كانت الحاجيات نتاع التمويل في حدود 10 مليارات. التمويل الداخلي تمويل داخل 2 مليارات 800 وكان كله تسديد الاصل نتاع 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 الدين 2 مليارات 800. كي جينا عام 20 التمويل الداخلي 11 مليار. في 2021 حسب القانون المالي التكميلي 18 مليارات و100 وتوا قاعدين نتحدثوا على 7 مليارات و300. اليوم نحن قاعدين نستنسفوا في القدرات الداخليه نتاع التمويل. شوف راهو 21 نعرفوش كيفاش كمل توا نحن بالضبط، لكن على كل حال نعرفوا انه القرض الجزائري انقذ السالير نتاع وزاره التربيه في اخر في اخر في اخر وقت. ولكن نحب نقول لك راهو اليوم السيستيم فينونسي مونيتير نتاعنا راهو مهدد، راهو الكاباسيتي نتاع البنك سنترال مهدد. شو معناتها؟ شو شكون نتيجه؟ وقت انت ترى انه بي ان اليوم قاعده تسال الفيس دي سوريال ما يقارب 4 مليارات، شو معناها ما يقارب 4 مليارات؟ معناها نحن التوانسه نفهموا حتى بالفلاق كلينا خبز ومكرونه وسباجيتي وترى شنو هو ب 4 مليارات عطاتهم لنا شكون؟ عطاتهم لنا لا عطاتهم لنا بي ان ا عطاتهم لنا الفيس دي سوريال باش جاب لنا كلينا بهم الشيء هذاك. يعني كي ترى انت ستير ولا ستيك كيف كيف مسالين عنده سوماتراك ولا سالين عنده استهلكنا غاز وتوسانس وواحد وغيره بسلف. يعني شنو اللي وقع؟ اللي وقع انه انت نخدموا انه النظام البنك المالي البنك المركزي يستنفذ كل شيء. الروفينونسمون اليوم 65% ماشي للدوله، عطاوا افونس، عطاوا عملوا 2 مليارات و800 بلاش صبوهم لهم، عملوا السواب، عملوا اقتطاع، عملنا حتى اكتتاب، عملنا كل شيء راهو، الحلول كلها عملناها سنه وعملناها، اكثر من كذا جاتنا فلوس بلاش عام 2020، جاتنا 2 مليار 800 من عند البنك المركزي، 2 مليارات من عند صندوق النقد الدولي، ومليار و200 من عند الاتحاد الاوروبي، السنه جاتنا هكاكا اس دي ار نتاعنا حقوق السحب جاتنا 2 مليارات من عند صندوق النقد الدولي، جاتنا مع العام الجاي ما فماش حلول، الحلول الوحيده العام الجاي هو انك انت تقوم باصلاح وتقوم باتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما تعملش الشيء هذايا. في الوثيقه مع صندوق النقد الدولي موجود اللي فما امكانيات عدم اتفاق، زاد سيناريو اخر يطرح انه وقتها باش نلقاه روحنا قدام 28. ولكن القانون المالي 2022 مبني اساسا على فرضيه انه يكون عندك اتفاق مع صندوق النقد الدولي. في كلمه ماني تقول وقته في وفي وفي نحب في كلمه توصيفك للوثيقه، وثيقه تفاوض مع صندوق الدولي. وثيقه اداريه محاسباتي. واضح، شكرا لك توفيق الراجحي، ميرسي بوكو الوزير الاسبق المكلف بمتابعه الاصلاحات الكبرى. قعدوا معنا حديثنا حول سياسه الاسكان في تونس.